اللي بعده ريم البارودي، خسرت الكثيرين لانهم لما كذابه. كان في اكتر من كده يعني. عندك الجرأه والشجاعه تقولي هم مين؟ لا، وفي ناس يمكن مش معروفين يعني على فكره، ولازم يبقى كله من دول مش معروفين في الحته دي، مش معروفين. انت قايله من الوسط، وحد في الوسط مش معروف على فكره. انا في ناس كتير برضه مش من الوسط. انا بصي، اصل بعد بابايا اصل الفرح والطلاق والجواز والترندات والبرامج والحاجات دي كله بيبقى موجود. ساعه الزعل وتشك تشك تشك ده مش موجود، ما بتلاقيش غير الحقيقيين. انا واحده بس اللي وقفت، بس هي زينة فقط، هي دي اللي وقفت معايا. محدش واقف معايا. ده في ايه بقى؟ وقفت معايا في جنازة اللي هي أهم من العزا، عشان العزا تشك 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 تشك، لكن الجنازة أنا ما حدش عندي توقف. ولما الناس ما تقفش معاكي، ده عيب في الناس ولا العيب منك؟ لا، العيب مني أنا، بعضهم. ما تقلبيش الحلقة هزار. أنا ما بهزرش، أنا بعض. لا، طب انا عايزاكي تجاوبيني، اديني اجابه. عيب مني في ايه؟ بشكل واضح. الناس اللي حواليكي اللي خذلوكي دول كلهم، لا مش العيب كلهم منهم يعني، ولا منك اللي خذلوني دول؟ لا، عيب مني انا، لا اطاق. الحمد لله، الحمد لله. ليه لا تطاق؟ لا اطاق، انا كده شخصيه عصبيه. يعني زي ما بيقولوا عليكي في الوسط الفني ان انت مغروره وشايفه نفسك على زمايلك، بيقولوا عليكي كده، وعشان كده مالكيش اصحاب. انا كل الناس صحابي وكل زمايلي صحابي. انت مش لسه بتقولي لي من شويه انها لما كدابه؟ لا، انا بقول على لما كدابه، وممكن يبقوا جوه الوسط وبره الوسط. دول خلاص كانوا زحمه حواليا، دوشه حواليا، عايزين ياخدوا اضاءه. ريم، انت شايفه نفسك على زمايلك؟ عمري عمري. ليه ناقصه؟ شايفاني ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ ليه؟ انا ريم البارود. لا، شايفه نفسك انك انت شايفه نفسك نجمه كبيره. كل واحد يشوف نفسه اللي هو عاوز يشوفه. طب ما انا شكلي بسالك، بقول لك انت شايفه نفسك على وانا زمايلك؟ هخش دلوقتي وانا بصور دلوقتي مع ايمان العاصي اقول لها انا نجمه كبيره؟ لا، ما مش لازم انك تقولي. امال ايه؟ اشمعنى جبت سيره ايمان العاصي؟ لان ايمان كانت برضو معايا في العزا، وايمان كانت طول الوقت بتسال عليا، يعني دي نجمه وطن عربي كل الناس بتحبها واحنا طالعين. يبقى ما عنديش اي حد في الجيل، ما طلعتش مع حد غير ايمان. يبقى اكتر حاجه يبقى اشوف بقى نفسي على ايمان. او انا سمعت قبل كده ان انت كنت مرشحه لدور ايمان العاصي في مسلسل. لا، جعفر العمده. لا، ما حصل. وما ترشحتيش لاي دور في المسلسل. لا، ده ما حصل، ما حصل. طيب ماشي. وعلى فكره عايزه اقول لك كمان، زميلاتي بيحبوني جدا وانا بحبهم جدا. ولما شويه تقولي لي لما كدابه. لا، وشويه تقولي لي بيحبوني، وشويه تقولي لي بيحبوني. انت بتخلطي، مش كل الناس هتجتمع. طيب يا بسمه، الناس مش كلها هتحبك، مش مطلوب مني ان كل الناس تحبني على كلام فكره. كلام يجيب الخلط، حددي. لا، طيب لا، انت اللي عايزه مخك اللي يجيب الخلط، عاشقه الخلط. حددي حددي. طيب ما انا بقول لك احدد اسامي. ريم، انت ليه عايزه اسامي حبيبتي؟ انت ليه عايزه اسامي؟ ريم، عندي 50% مش معايا. عندي 50% بيحبوني و50% بيكرهوني. ريم، لكن اشوف نفسي. ما تقوليليش انت ومش انت. انت عارفه انا مركزه كويس قوي على فكره. انا ما بخافش. بسمه، انا كنت بخرج من المدرسه ومش هغير اسئلتي. والله العظيم انت بتقولي اي حاجه. انت عارفه انا كنت بخرج من المدرسه اشتغل في البرلمان الصغير؟ عارفه الاستوديوهات دي انا متربيه فيها؟ عارفه لما جيت هنا قناه. ايوه، عايز تقولي ايه؟ عارفه لما جيت هنا قناه إيه النهار بسلم على الناس احنا فيه؟ يبقى اشوف نفسي في ايه واتغري في ايه؟ ايه علاقه اللي انت بتقوليه؟ انت بتقولي بتتغري على زمايلك. طب يعني انت ما بتتغريش؟ عارفه طبعا. خلاص كده مشاهدين، ريما ما بتتغرش على زمايلك. وزمايلك طيب بيحبوكي؟ اساليهم بقى، ما تجيبيهم وقعديهم واساليهم. افرضي هي مبينه لي انها بتحبني وهي بتكرهني او بتغير مني. مش عندك الحاسه السادسه؟ لا، بشوف من العين. زي ما انت كده بتحبيني، انا شايفه انك طيب بتحبيني. شوف طيب، شوفي انت بتعملي ايه، بس عارفه انك بتحبيني. انت رخمه قوي.